حياكم الله مشاهدي ومستمعي المدى، أنا حامد السيد أحييكم في حلقة جديدة ومباشرة من برنامجكم ناس وحكومة. بداية الكلام من محافظة واسط. في واسط هناك تظاهرات طلابية كبيرة لطلبة كلية الإعلام في جامعة واسط، وهالمرة مطالب كلية الإعلام تطالب بمطالب مختلفة، لكن أبرز تلك المطالب اللي رفعت في تظاهرات محافظة واسط هو إيجاد بناية للكلية، لكلية الإعلام تحديدا، وإنقاذها من البناية اللي الآن تدرس بها. البناية اللي تدرس بها الآن كلية الإعلام، طلبة كلية الإعلام، غير ملائمة للدراسة الجامعية. ليش غير ملائمة؟ لأنها يعني بشكل دقيق هي مدرسة من المدارس الابتدائية اللي كانت فاضية حقيقة، ومن المشاريع المتلكئة تم إنجازها وإكمالها، وبعدين خصصت إلى كلية الإعلام على اعتبار أن كلية الإعلام في محافظة واسط ما عندهم بناية للدراسة. فالكلية تريد مختبرات، تنشئ في المستقبل قاعات جديدة تستقبل الأعداد الراغبين بالدخول إلى كلية الإعلام للدراسة في كلية الإعلام. هذا الموقع ما يستوعب هذا العدد الكبير، لكن خلونا نفصل الحدث بالنهاية. تظاهرات محافظة واسط هي امتداد لتظاهرات القميص الأبيض، وراح نشاهد بعد قليل في التقرير اللي أعده زميلنا بهاء زهير أن اللافتات واضحة، اللافتات تؤكد أن هذه التظاهرة هي تمتد من الجنوب إلى الوسط وإلى الشمال، وهناك تحشيد إلى طلبة المدارس المتوسطة والإعدادية أيضا بالخروج بمظاهرات مماثلة طبعا لإحياء سلسلة من الاحتجاجات المطلبية الطلابية تحت اسم تظاهرات القميص الأبيض أو القمصان البيض. وهذه التظاهرات بدأت تتصاعد ولديها مطالب مختلفة. طالب الجامعة اللي يطالب بتوفير مستلزمات دراسية، بعض منهم يطالب بتوفير يعني المنحة الطلابية، البعض منهم يطالب بتوفير بناية حديثة، إنشاء مختبرات، البعض يطالب باستحداث أقسام، وأيضا تقليل قصد المسائي، الأقساط بالجامعات والكليات المسائية الحكومية أيضا بدأ يرتفع، الأقساط في الكليات الأهلية أيضا بدأ يرتفع، طلبة كثيرين، وبالتالي الزخم الحاصل في الجامعات وفي الكليات بدأ يسبب مشكلة حقيقة، وهذه المشكلة في الزخم يؤثر على استيعاب وقدرة الطالب في هضم المادة وفهم المادة. ومثالنا في محافظة واسط احنا سمعنا في التقرير، وبعد قليل راح نبث لكم مستمعين ومشاهدين، هناك حقيقة مرة. أستاذ يدرس مادتين، أستاذ جامعي يدرس في الإعلام مادة وفي غير قسم الإعلام مادة، يعني عجيب، هذه كارثة حقيقة بسبب قلة وجود تخصيصات مالية تمنح للأساتذة الجامعيين، وبعدين نجي بكوادر ونخصص كوادر تعليمية جديدة وانزجهم في المؤسسات التعليمية. المطلب أيضا الأساسي والواضح من تظاهرات القميص الأبيض أو القمصان البيض هي المطالبة بإبعاد وزارة التعليم العالي عن المحاصصة الحزبية والمحاصصة السياسية، وأعتقد هذا المطلب مهم جدا، وعلينا يعني كمجتمع أن نتفهم أن هذا المطلب جدا جدا مناسب للمؤسسة التعليمية ومناسب لأي مؤسسة خدمية. تحرير المؤسسات الحكومية من المحاصصة الحزبية من المزاج السياسي أعتقد مهم وضروري، ويعطي لهذه المؤسسات حرية أن تتصرف بشكل مهني وبشكل مؤسساتي مع القضايا اللي تمس حياة المواطنين. أما أن نبقي مؤسسة تعليمية، مؤسسة خدمية رهينة ومعتقلة ومقيدة ومكبلة بيد أحزاب سياسية، بيد أمزجة مختلفة تابعة لجهات حزبية، هذا أمر خطير جدا. ولاحظنا من عام 2003 إلى عام 2016 اللي جاي نعيش لحظات المريرة بسبب الأزمة المالية، مؤسسات خدمية كبيرة مثل الكهرباء، مثل وزارة الموارد المائية، مثل وزارة الزراعة، مثل وزارة الإعمار والإسكان، وزارة البلديات، المحافظات، مجالس المحافظات، المجالس البلدية، وأمانة بغداد، وزارة التعليم العالي، ينبغي أن تحرر من المزاج السياسي. لا ينبغي أن تحكم هذه الوزارات بعقل حزب، بعقل سياسي محدد، وبالتالي هذا الحزب ما عندنا مشكلة عمي يا جماعة، خلي رشح لنا كفؤ تكنوقراط، لكن هذا الكفؤ التكنوقراط ينبغي أن ينعزل عن مزاج حزبه،
ينبغي أن يحرر من الخطاب السياسي وما يسخر للمؤسسة التعليمية كواجهة سياسية، كواجهة مذهبية، كواجهة لطائفة محددة، وبعدين يجعل من الجامعة، يجعل من الكلية، يجعل من المدرسة مكان لإظهار الكراهية والعنف، ويحيي بالنهاية مسائل عقائدية، يحيي الماضي ويسقط على واقعنا. هذه مو وظيفتنا، وظيفة المؤسسة التعليمية، وظيفة الجامعة أن تعطي العلم وتجعل العلم مادة تتعامل مع العقول بدون تحيز، بدون أن تفكر بأن الطالب منتمي إلى يا لون إلى يا مذهب. هذا المطلب رفع في مظاهرة واسط، وأيضا رفع في مظاهرة طلاب المثنى وطلبة الناصرية وطلبة الديوانية، ويوم أمس رفع أمام مبنى وزارة التعليم العالي من قبل طلبة الهندسة في جامعة الإمام الصادق. هذا مطلب مهم. خلونا مشاهدينا ومستمعينا نذهب إلى نوع المطالب اللي رفعت اليوم في تظاهرات محافظة واسط، تظاهرات القمصان البيض، ونعود لمتابعة الملف مع الطالب علي شغاتي الناشط الطلابي وعضو سكرتارية اتحاد طلبة جمهورية العراق. من أجل إرجاع التعليم لمكانته العلمية الرصينة ولاستقلالية الجامعات، نظم طلبة جامعة وسط تظاهرة سلمية للمطالبة بإقالة وزير التعليم العالي وإصلاح المؤسسة التعليمية وتطهيرها من الأجندات الحزبية أو المصالح الشخصية. اليوم خرجت طلاب جامعة واسط بجميع كلياتها ثائرة بوجه الظلم، بوجه السياسة الرعناء وسياسة الفاسدين والظلام الذين جثموا على صدر الشعب العراقي، وخصوصا الذين تسلطوا على الوزارات العلمية، وزارة التعليم العالي، وخصوصا نطالب إقالة الوزير الشهرستان الذي دمر التعليم العالي. قطعنا أكثر من 130 كيلو متر لكي نصل إلى جامعة واسط، لكي نطالب بحقوق مشروعة، هي أولا توفير كادر تدريسي ضمن اختصاص الإعلام، لأن ماكو كلية بها دكتور يجيب مادتين وثلاثة، هاي واحدة. الشيء الثاني توفير بناية جديدة لكلية الإعلام، لأن كلية الإعلام البناية اللي بها موجودة هي تابعة لوزارة التربية، عبارة عن مدرسة إعدادية صناعة عمرها أكثر من 40 سنة. كما دعا آخرون إلى تخفيض إجور الدراسات المسائية والأهلية وتطوير المناهج الجامعية وإلغاء إجور السكن لطلبة الأقسام الداخلية وصرف المنحة المالية لهم. مشروع عنا منحة طلابية حتى هذا يوم، كل يوم باكر يوم باكر كل شيء ماكو، بس احنا رايدين حق مشروع الجميع الطلاب، مو بس انا، التربيه الرياضيه، اقسام داخليه، جامعه وسط شلع. الغاء المحاصصه والحزبيه في وزاره التعليم العالي، وكذلك تخفيض اجور الدراسات المسائيه. انتقادات وجهها طلبه الجامعه للاساليب القمعيه والمخابراتيه في معالجه المشاكل وادخال الجهات السياسيه والحزبيه في عمل المؤسسه الاكاديميه. إقالة وزير التعليم العالي والكوادر الأكاديمية غير الكفوءة وإصلاح المنظومة الإدارية ودفع المسيرة التعليمية إلى الأمام، تلك كانت أبرز مطالب طلبة جامعة وسط. بهاء زهير، قناة المدى، وسط. شكرا لتفضلكم بالبقاء مشاهدي ومستمعي المدى. معي عبر الهاتف الطالب علي شغاتي عضو سكرتارية اتحاد الطلبة طلبة جمهورية العراق. علي إذا تسمعني حياك الله. عيني حياك الله. وشكرا على التظاهرات لديها وقت محدد للنهاية بعدين لو راح تستمر على هالمشهد؟ يعني انطلقت من المثنى، انتقلت إلى الديوانية في الناصرية، في واسط اليوم تظاهرات، ويوم أمس في محافظة بغداد. محددين وقت لنهاية هذه التظاهرات؟ بعدين مطالبكم، لديكم مطالب محددة؟ التظاهرات يعني ما انطلقت لما يوم المضايقات الكبيرة اللي تعرض لها الطلبة، وكذلك بالنسبة لحالة التراشح من قطاع التعليم والتربية، وهذا ما شفنا له العديد من اللقاءات والمؤتمرات اللي عقدناها. وهذا الحراك بالأساس هو من مرجع من الحراك اللي انطلق، الحراك الجماهيري اللي انطلق بطواخ تموز 2015. اليوم الطلبة عايزين مطالب محددة، ومطالبهم مشروعة ومنطقية، فالحراك مستمر لحين تلبيه هذه المطالب. طيب، وبالنهاية أنتوا المطالب هاي لمن ترسلوها؟ إلى وزارة التعليم، إلى الكتل السياسية،
المطالب هنا مختلفة ومتباينة، وحجمها أيضا حقيقة مختلف. البعض يطالب بإقالة وزير التعليم العالي، البعض يطالب بإلزام الكتل السياسية بتحرير وزارة التعليم العالي من المحاصصة السياسية والحزبية، والبعض يطالب بتوفير مستلزمات دراسية كإعادة المنحة الطلابية، استحداث أقسام في الكليات، الأكثر من الأساتذة حقيقة وزيادة عددهم ليتناسب مع حجم الطلبة. بالتأكيد هي المطالب، احنا نلخص المطالب اليومية يعني تتخص على شكل 4 أو 5 نقاط، وأهمها يعني إبعاد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وزارة التربية عن المحاصصة الطائفية وتعزيز الكفاءة والقدرة والنجاح في مختلف المحاصص في إدارة التعليم والتربية وواقع التعليم. عندك النقطة الثانية هي عقد مؤتمر وطني للتعليم التربوي لبحث المشاكل ودراسة الوضع التظاهرات شنو الأسباب اللي انطبقت عليها، بالإضافة للجسم الإلزام لأصوات الطلبة وعدم كتابة الحريات كون الدستور والقانون يمنعهم التعبير عن الرأي. بعد النقطة الرئيسية إيقاف تأهيل الأساتذة اللي متضامنين مع الطلبة، أما إذا انتقلنا للمطالب المطالب اللي كنت الواقع الطلابي مثلا المنحة الطلابية الأقسام الداخلية طلبة الدراسات العليا وما يعانونه طلبة الكليات الأهلية ومشاكلهم. إقالة الوزير وإبعاد الخارجيين عن الوزارة. احنا اليوم ما عندنا مشكلة شخصية مع السيد الوزير بالتأكيد لا، بس احنا عندنا مشكلة مع منهج المحافظة اللي جاي يشمل وزارتي التربية والتعليم، فهاي المشكلة هي اللي جاي تؤدي الوضع التعليمي بالعراق الوقت الحالي. فاحنا مطالب الطلبة مطالب واقعة هي انتشار التعليم للوضع المذيع اللي وصلنا اليوم. المظاهرات مستمرة لحين تحقيق المطالب المشروعة للطلبة. طيب هذه تظاهراتكم متصلة بتظاهرات العراقيين مثلا في ساحة التحرير في الجنوب، أكو منظمين حقيقة للتظاهرات في الجامعات العراقية، هم نفسهم منظمين للاحتجاجات الموجودة الأخرى مثلا؟ لا بالتأكيد الاحتجاجات الطلابية انطلقت من الجامعات والمنظمين لهذه التظاهرات والطلبة داخل الجامعات. أي تدخل خارجي من قوى سياسية أو أي قوة من المنظمين ربما يكون داعمين، نعم أهلا وسهلا للداعم، بس لا، المظاهرات انطلقت من الوسط الطلابي والمنظمين الطلبة، وإحنا دورنا جاي نسأل تشتيت التنسيقيات بين مختلف الجامعات بالخروج بمؤتمر وطني نرفع بمطالبنا للبرلمان العراقي لرئاسة الوزراء ووزارة التعليم العالي معالجة المشكلات اللي بنتعاطى منها اليوم. طيب فيما يتعلق بالمطالب تحدثنا عنها، لكن الآن خلينا نتحدث عن مصير المنظمين للاحتجاجات الطلابية. يوم أمس انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك اختفاء الناشط والمحشد لتظاهرات طلبة جامعة المثنى دكتور باسم كمال. نعم صحيح، الناشطين تعرضوا لمضايقات عديدة. احنا اليوم الناشط الطلابي مستهدف داخل الجامعه لحجه انه جاي يحاول وضعت الاتهامات جاهزه للوقت الحالي للطالب، مثلا موضوع اختطاف الدكتور باسم كامل امبارح موضوع خطير جدا، اليوم حسب ما سمعت انا وعرفت ان الدكتور اعطت صراحه هو فعلا كان محتجز ام مختطف؟ اذن مين كان الحراك؟ احنا اليوم لازم نضمن سلامه الطلبه، فلهذا بدنا نحافظ على السريه، يعني حتى نحافظ على السريه في الطلاب اللي جايين من البلد، وبالتالي هم مكشوفين كمنظمين للتظاهرات، مكشوفين داخل الجامعات، تعرضوا للتهديدات وتعرضوا للمضايقات، وهذا ما حدث بالامس. بالامس الباب وزاره التعليم العالي والبحث العلمي، يعني بعد الساعه 10 و11 بالليل الطلبه المعتصمين باب وزاره التعليم العالي والبحث العلمي تعرضوا لمضايقات عديدة، واليوم كذلك تعرضوا لمضايقات عديدة، قوات الأمن اليوم ضابط وزارة التعليم العالي. طيب علي، حماية المتظاهرين، إما أن المظاهرين هم اللي يحموا نفسهم، وتكلموا تأمين التظاهرة إلى لاحق أن ازداد العدد، بعدين ذاك الوقت. سؤال أخير يا علي، لو سمحت، فيما يتعلق بحمايتكم من المضايقات اللي تتحدث عنها الآن، أنت التظاهرات تتحدث عن استمرارها، تتوقع زيادة مضايقات القوات الأمنية مثلا في المستقبل، جهات محددة؟ بالتأكيد
نعم، بالتأكيد المضايقات مستمرة وربما على المستوى البعيد راح تكون هذه المضايقات، كما مثلا انقاص درجات او اي امتحانات او فرص، يعني الموضوع يعني من غير تأثير يعني من المضايقات تصير، يقول لك مثلا خلي المباراة 50 او دخل الصباح على الصبح عن ذاك الوقت صح الطرف والطلبة، فاحنا نحذر تحذير شديد من النساء والتعارض والطلبة المواطنين للصباحات. علي شغاتي عضو سكرتارية اتحاد طلبة جمهورية العراق كنت معي عبر الهاتف من بغداد، شكرا جزيلا على كرم الاتصال. بعد الفاصل مشاهدي ومستمعي المدى سنفتح ملف برنامج ناس وحكومة لهذا اليوم، اصلاحات السيد العبادي اللي ذهبت اليوم الى الكتل السياسية لمناقشة معاييرها وضوابطها، وايضا عدد الكتل عدد الممثلين عن الكتل السياسية في الوزارة الجديدة وعدد المستقلين في وزارة جديدة للسيد العبادي، كيف ستنسجم هذه الأطراف، وأيضا ما تأثير استمرار التظاهرات في بغداد تحديدا التظاهرات الصدرية والمدنية على مزاج النخبة السياسية وقراراته للذهاب إلى إصلاحات جوهرية أم شاملة جذرية أم سببية. هذه كلها مفردات سمعناها خلال الأسبوع المنصرم من غرف المفاوضات لقادة الكتل السياسية حول تشكيلة الوزارة الجديدة اللي يفترض أن تكون أو يرتقب أن تكون وزارة كفاءات وتكنقراط. اسمحوا لي أن أرحب قبل الفاصل بضيفي في الاستوديو سيد جعفر المسوي نائب رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري، أهلا وسهلا بك سيدنا. أهلا وسهلا، يا مرحبا. مرحبا، اسمح لنا ننتقل للفاصل ونتابع الملف، تفضلوا بالبقاء مشاهدي. شكرا لتفضلكم بالبقاء مشاهدي مستمعي المدى، مرحبا بك من جديد سيد جعفر المسوي نائب رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري، أهلا وسهلا بك طبعا. أهلا وسهلا. يوم أمس السيد العبادي كان خطابه واضح، نعم، ويعني أعلن عن عزمه بالمضي للإصلاحات المطلوبة، الإصلاحات الشاملة بالنهاية، وتحدث واليوم ذهبت هذه الإصلاحات إلى الكتل السياسية. بعد بيان السيد العبادي للشعب العراقي صدر بيان آخر للسيد الصدر، نعم، وكان البيان يبدو فيه ملامح الارتياح لهذا الخطاب، ونوعا ما مطمئن السيد الصدر أصبح للسيد العبادي وأعطاه فرصة. كيف قرأتم خطاب السيد العبادي؟ فعلا سيكون جاد في إصلاح العمل الكابينة الوزارية المقبلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لحضرتك وللمشاهدين الكرام. يا أهلا وسهلا. الحقيقة لكل فعل رد فعل، يعني عندما خرج الدكتور العبادي وبين بأنه لديه إصلاح شامل وحقيقي في الكابينة الوزارية للنهوض بمستوى الأزمات الموجودة في العراق الآن على كل الصعد، يعني الأمنية الاقتصادية الخدمية، يعني الواقع هذا المر، فأعتقد بأنه قد بعث برسالة تطمين، ولهذا جاء خطاب سماحة السيد مقتدى الصدر بأنه أعطى الفرصة للدكتور العبادي، لأنه لمسنا من خلال خطاب الدكتور العبادي بأنه هو ينوي الإصلاح الشامل والحقيقي، ولهذا سماحة السيد قرر بأن تكون التظاهرة في ساحة التحرير وبعيدا عن مداخل المنطقة الخضراء لإعطاء المجال للدكتور العبادي بالإكمال إصلاحاته التي قال عنها بأنها إصلاحات جوهرية وشاملة. نعم، وصلتكم جانب من الإصلاحات السيد العبادي ككتلة سياسية؟ حقيقة اليوم تحدث المكتب السيد العبادي بأنه أرسل هذه الإصلاحات للكتل السياسية. نعم، حقيقة يعني في اجتماع الرئاسات الثلاث قبل أسبوع الدكتور العبادي وزع ورقة إصلاح فيها يعني تحوي على ملفات كثيرة، وزعها على قادة الكتل السياسية، وتتضمن آلية اختيار الوزراء التكنوقراط، وكذلك ورقة سلوك للوزراء الذين سيكونون في التشكيلة الجديدة، وكثير من الأمور الموجودة في هذه الورقة، وكذلك باعتبارها هذه الورقة يعني كانت حقيقة بالبداية
أطلقنا عليها بأنها إنشائية أكثر من اللازم. كان موقف صدرنا مو واضح بعد. نعم وطلبنا حين. نعم وطلبنا من الدكتور العبادي بأنه أن يلحق هذه بملحق للتوضيح أكثر. ويعني اليوم ومن خلال خطابه يوم أمس بعث برسائل تطمينية بأنه سوف يشكل حكومة تكنوقراط مهنية متخصصة غير منحازة لأي كتلة بما فيها كتلته، يعني غير منحازة لحزب السلطة، احنا نسميه حزب السلطة اللي يعود إليه، وبالتالي احنا نحن ننتظر والشعب ينتظر. إذا لمس من الدكتور العبادي إصلاحات حقيقية من خلال تشكيل الوزارة حقيقية تنهض بهذه المهام وتخرج البلد من أزماته، وهذا شعور طبعا العراقيين الآن يتابعون ذاك الوقت، نكون أيضا داعمين أكثر للعبادي. وإذا لا مجرد كلام وتخدير حسب ما ذكر سماحة السيد، لا سيكون موقف آخر. وأعتقد بأنه هذه فرصة للدكتور العبادي أن يكون بمستوى المسؤولية وبمستوى هذه التظاهرات الشعبية. العراقيين جميعا خرجوا في التظاهرات، فبالتالي لابد أن يكون بمستوى المسؤولية وسماع صوت الشعب، لأنه الشعب هو مصدر السلطات. إلا لا نكون سجام يعني بالنهاية صدري مع سيد العبادي لصياغة إصلاحات جوهرية أو جذرية لتشكيل وزارة ناجحة. جميل، بس خلينا نذهب للاستطلاع سيدنا فيما يتعلق بانطباعات المراقبين، نشطاء سياسيون ونشطاء الحراك المدني، كيف يراقبون هذا المتغير السياسي خلال اليومين؟ التقارب صدري عاد مع سيد العبادي وهناك ملامح للانسجام يبدو جديدة، والتظاهرات انسحبت من الخضراء وعادت إلى ساحة التحرير لتوفير فرصة للسيد العبادي بتقديم إصلاحات جادة. تفضلوا بالبقاء. بعد ساعات من خطاب السيد رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي حول سلمية وقانونية التظاهرات وإقامتها في الأماكن المخصصة لها من قبل الأجهزة الأمنية، يقرر السيد مقتدى الصدر إقامة التظاهرات هذه الجمعة بعيدا عن أسوار المنطقة الخضراء في ساحة التحرير. كيف يرى المراقبون والناشطون إلى هذه الخطوة؟ خلينا نتابع آرائهم واستطلاعاتهم. بس يعني فعلا تفاجئنا، يعني على أساس نستمر بالخضراء، بس هو أنا أحللها بما أن هي المظاهرات سلمية، يعني إن كانت في ساحة التحرير أو بالخضراء، يعني شنو المانع؟ يعني ما أنا برأيي يعني المهم التجمع، الاحتجاج من أجل الإصلاحات الجذرية ورفض المحاصصة الطائفية ومحاسبة الفاسدين. التوجه الحكومي الحالي هو نوع من التنازل والخضوع والاستسلام للضغط الجماهيري وتحقيق الإصلاحات إن آجلا أم عاجلا. وأنا آخر ما سمعته أن السيد مقتدى الصدر طلب من جماعته أن يسيروا بالطريق السلمي وأن لا يستخدموا أساليب العنف والإضرار بممتلكات ومصالح المواطنين ولا سيما الذين يسكنون المنطقة الخضراء. انتصار للمظاهرة، أنا أشوف تنازل الحكومة والاتصال وعقد الاجتماعات والإعلان في تغيير الوزراء والإصرار على النزاهة، نزاهة أن تحاسب والقضاء أن يشترك بالموضوع واحتقال كثير من منع سفر، هذا إنجاز. فعلى إحنا يعني أنا أشوف وين نقدر نحقق إنجاز، هل إذا نروح الخضراء نخلق فوضى أو نحقق إنجاز؟ فأنت لازم من تتحرك يجب أن تكون دقيق، وين تخلق فوضى وين تحقق نصر. أنا أشوف هناك المظاهر أثبتت جدارة وبدأت تحسب. الضغط من السلطة خوفا من الجماهير أن الثور وتدخل الخضراء وتقلب الكراسي على رؤوسهم، وهذا الخوف اللي ظلوا يتوسلون
بالتيارات اللي شاركت بالتظاهر العودة إلى ساحة الحرية مثل ما ذكرت. خطوة حكيمة ومحسوبة وموزونة، وربما تشاور مع الأطراف الأخرى. وكان هذه أنا رأيي الشخصي، أنا رأيي الشخصي بأنه هذه الخطوة إذا تفوت الفرصة على القوى الظلامية، القوى الفاسدة، القوى اللي ما تريد خير العراق، أن تعيد حساباتها وتبقى ضمن حالة الدفاع المستكين. لأنه أي متنفس الآن تخلقه للقوى الظلامية راح يهاجمون بكل ضراوة، وهم ما مغامرين أصلا، والفاسد مغامر أصلا، يعني غامر حتى بسمعته وبأخلاقه وبالوطن وبكل شيء. فإذا أعطيناهم فرصة، إذا فوتنا عليهم هاي الفرصة راح نضيع عليهم أهم ورقة يريدون يلعبون بها. شكرا للزميل سلمد القيسي على هذا الاستطلاع. سيدنا عيني، فيما يتعلق بالتظاهرات والتهديد بالدخول للمنطقة الخضراء والتصعيد بالشارع، أنتم ترفضون استبداد الحزب الواحد والاستفراد بقرار واحد، لكن يؤخذ على الصدريين أنهم في اللحظات الأخيرة استبدوا في آرائهم أكثر من اللازم، هددوا بنقمة الشارع من المنطقة الخضراء، بفتح أسوار الخضراء بالقوة والاحتجاج داخلها، ومفردة الشلع قلع. فهمت من النخبة السياسية أن الصدريين اللي يعترضون على الاستفراد بالسلطة أشو أول من استفردوا في قراراتهم والتحكم بالشارع. كيف قرأتم مثل هذا الانطباعات من الأطراف السياسية الأخرى اللي هي تواجهكم في نفس المصير أحيانا؟ أعتقد بأنه من اطلع على ورقة الإصلاح لسماحة السيد مقتدى الصدر راح يلاحظ بأنه أي مصلحة للتيار الصدري لا يوجد. يعني أنا بس أسأل سؤال، يعني التيار الصدري عندما يقول في ورقة إصلاحه بأنه لا نريد تكنوقراط سياسي بما فيها التيار الصدري، أعتقد بأنه غلب المصلحة العامة، مصلحة الشعب، على المصالح الحزبية والفئوية، وبالتالي أعتقد بأنه سؤال حضرتك ما راح يكون مكانه من خلال الاطلاع على ورقة الإصلاح اللي تقدم بها سماحة السيد مقتدى الصدر. لماذا؟ لأنه أي مصلحة بل ضرر، يعني إحنا ممكن أن نسكت كتيار صدر وحالنا حال الكتل السياسية ونشارك بالحكومة وإن وزارات وإن مستشارين وإن لكن المسؤولية دفعت بسماحة السيد أن يخرج بمشروع إصلاحي متكامل. طيب. ليس فقط تغيير وزراء، وإنما هو المشروع متكامل سياسي اقتصادي، إصلاح قضائي، إصلاح برلماني، إصلاح حكومي، إصلاح ضد الفساد المستشري. يعني هذه أعتقد بأنه يعني إنسان بيقول لك أنا كل شيء ما أريد منك، أنا ما أريد، أنا شريك لك بس داعم لك. إضافة إلى أنه من بداية المشروع وإلى هذا اليوم لو تأتي على بيانات سماحة السيد كلها داعمة إلى الدكتور العبادي. كيف؟ أولا هاي المظاهرات الشعبية اللي خرجت جمعتين وبكرة إن شاء الله تخرج، هي دعم للدكتور العبادي أن يكون إصلاحها حقيقي بعيدا عن المحاصصة التي أوقعت البلد في مطبات كبيرة جدا وأزمات حادة. هذه وحدة فرضتوا لجنة عليها، يعني كيف تدعمون وتفضلوا لجنة مستقلة؟ هذه اللجنة شكلها سماحة السيد في أحد بياناته، هو اعتقد وهذه اللجنة اسمح لي حبيبي أنا خلي أجيب وحدة أنا مطلع. هذه اللجنة كلها من شخصيات عراقية متخصصة لها باع في العمل في الدولة على المستوى القضائي وعلى المستوى الوظيفي وعلى المستوى الاستشاري وعلى مستوى بناء
مؤسسات الدولة. نعم. والأسماء معلنة. جميع هذه الأسماء معلنة، وللقاصي والداني أن يطلع على هذه الأسماء وعلى تاريخ هذه الأسماء. إضافة إلى أنه هناك لجنة في مجلس الوزراء، أنا نائب رئيس هيئة سياسية، وكثير من الكتل السياسية لا تعرف واحد من هذه اللجنة الآن اللي تشكل الحكومة والمكلفة بتشكيل الحكومة. لا نعرف. يعني مغيبة عليكم؟ نعم، مغيبة على كافة الكتل السياسية. منو يغيبها؟ نعم، اللي شكلها ما يعني ما أعلن عنها. هاي وحدة. اثنين، أكو رسائل بالبداية حقيقة أنا لا أقول لعبادي قام بها من ذاته. طيب. وإنما بضغط من الكتل السياسية. هاي الرسائل لماذا ظهرت المظاهرات وظهر مشروع سماحة السيد بالإصلاح؟ شنو نوع؟ لأنه هاي الرسائل يعني أنا أريد أعمل إصلاح، ونرى بأنه هناك مسؤول بالإعلام والاتصالات اللي هو دكتور إجا من حزب الدعوة، وكان دكتور علي من على العلاق يعني. لا لا، مو علي العلاق، دكتور علي كان نائب سابق، نسيت، بالإعلام والاتصالات، هيئة الإعلام والاتصالات. سيد صفاء الدين ربيحة. لا 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 لا، هذا بالنسبة للتشريع. يا هو سيد علي موسوي تقصد؟ لا لا عزيزي، ذا النائب من الحلة، أبو حسنين، أبو الحسن والحسين. أبو علي الشلاه. علي الشلاه يا أخي. شبكة الإعلام العراقي. هذا هذا من إجا؟ إجا من 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 حزب الدعوة بوقت العبادي. زين، تيجي أمانة بغداد، وإجا من الدعوة أيضا الأخت أمينة بغداد. مستقيم. هيئة النزاهة. نعم، هو دولة القانون. نعم. تعتبر هي هاي كلها. زين، دولة القانون. هيئة النزاهة من دولة القانون. نعم. عندك بعد أي هيئة أخرى؟ يعني هيئات الحج والعمرة أيضا منين؟ من دولة القانون. يعني هذه الرسائل والمخابرات ذاك اليوم خلالة شخصية من هم مرشح من عندهم. يعني هذه بعثت هذه. أنا ما أقول بأن الدكتور العبادي هو اللي وضعها، قد يكون فالضغوط ضغوط على العبادي وخلى هذه الشخصيات. هذه رسائل خاطئة لا تنم على أن إصلاح حقيقي هناك، وكثير من المديريات العامة وكثير من مفاصل الدولة الوسطى. سيدنا، أنتوا هم فرضتوا عليه لجنة غير قانونية بالنهاية. إحنا لم نفرض عليه، وإنما هذه اللجنة. خطاب الصدرين بالبداية كان خطاب يعني متشنج ومتحيز لصالح اللجنة. لو هاي اللجنة تشكل الحكومة، لو باللجنة ما تك من نقبل، وأي لجنة تتشكل ما نقبل بيها. وحتى مضت اللجنة الصدرية أن تشكل. أبدأ خطوة بأنه يا بخلي نشوف هاي اللجنة، خلنا نعترض عليها. هي منطينا مجال. أبي حكسر في اجتماع كربلاء. زين. سماحة السيد قال له أنا هاي اللجنة أنا ما أتدخل بيها. أنا ما متدخل بيها. يقصد لجنة. وأوصاها اللجنة اللي شكلت في مشروع الإصلاحي. نعم. من قبل سماحة السيد. وأوصاهم في بغداد. عندما التقى سماحته بها قال لهم لو جاء سيفي وقال لكم هذا من مقتدى الصدر شيلوه شمروه لا تقبلوه. هذه توصية سماحة السيد. اثنين، في اجتماع كربلاء قال للعبادي، قال له بأنه إذا اللجنة راح تكمل عملها وتعطيك أسماء التشكيلة الحكومية. طيب. زين، وقد يكون لكل وزارة عدد من الأسماء وانت تختار، إذا ما عجبتك قول هذه ما عجبتني هذه ما عجبتني. فهو ليس فرض وإنما واقعية يا أخي، خروج من الأزمة وليس تهديد، وإنما مناصرة. اقتحام الخضراء. اسمح لي مناصرة أجيك أنا. أجاوبك علي يا أستاذ حامد. بس صبرك علي. هذه مناصرة للعبادي. العبادي مضغوط عليه من كتل سياسية يا عزيزي. يعني معناه اليوم إذا تغير وزيري بعض الكتل يقول له أنت هم لازم تطير.
انت هم تبقى انت هم مو تقنق راح هاي رؤية كتلة مواطن كان مو بس المواطن نعم. لا حقيقة حتى نكون واضحين اليوم الكتل السياسية كلها الكردي والتعارف الكردستاني واتحاد القوى طيب. اليوم تعرف هذه يعني يعتبروها بأنه استحقاق هذا هاي حقوق لا يجوز التنازل عنها فأعتقد سماحة السيد في كل بياناته وهاي التظاهرات اللي إذا تظهر وتطلع ولحد بكرة إن شاء الله وتطلع بكثافة كبيرة هذه ثق لو تنظر لها أنت هي لصالح الدكتور العبادي حتى يقوم بإصلاحات حقيقية هذه تضغط على الكتل السياسية أن تتبرع من خاف ما يسمى استحقاقها خاف ما قدرت توصلون رسالة الدعم للسيد العبادي والدليل عشية يوم التظاهر القرب المنطقة الخضراء ظهرت ملامح عسكرية يعني أخي هذه وهذه الملامح العسكرية قربت من المنطقة الخضراء وتجولت في بغداد هذه احنا كنا حاضرين وأعطت رسائل مشوشة للحكومة لا 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 هذه أرادت بعض وسائل الإعلام أن تستغلها هذه أولا كانت هناك موافقة ابتداء على وجود التظاهرة في باب المنطقة الخضراء نعم. من الخارجية وفندق بوابة تشريعية بوابة التشريع بعدين اجى امر بان اجوا ينصبون المنصه زين فينصبون المنصه قبل ليله بعدين اجى امر بانه يابا مو من هاي الباب من الباب الاخرى اللي هي المعلق يعني احنا نعرف بانه هي كانت هذه خطوه خبيثه من احد القاده الامنيين لا بس التحالف بليله تم اجتماعهم قرر لا 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 اسمح لي احنا نعرف احنا متابعين احنا خلية ونعرف ومتابعين فكانت خطوة بانه حتى جاسم محمد جعفر قال لي هذا الكلام مو مهم اخي جاسم محمد جعفر هو قال احنا اجتمعنا بالتحالف الوطني يوم الخميس بالليل نعم وحشدنا السيد العبادي بان يبعد هاي التظاهر عن المنطقة ماشي احنا حاضرين احنا موافقين عليه شلون يعطينا موافقات امنية وبعدين يقول لا مو من هاي الباب قبل ساعات من خروج التظاهرة واحنا على ودنا نستعد فيجيك على 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 المظاهر اللي يسموه مظاهر المسلحه نعم. ماشي هذه من اجى وصارت اشكاليه حواريه ما بين قائد عمليات بغداد قال انا ما عندي الامر اجى منك مو هنا انا فقلنا له يابا احنا موافقه وبلغونا بيها زين فكل جو النواب حضروا نواب ساكنين في المنطقه الخضراء كل نائب كنا نائب سواء صدري ولا غير صدري نعم. عنده مجموعة من الحمايات ومسلحين الحمايات زين. فهذه صارت باعتبارها أمور هم ما جايين لا يظاهرون ولا جايين حاضرين دا يشوفون المنصة سيدنا قاذفات RPG شفناها بالصور وين شفت أطلع ليها بالصور بالفيس يا سيد أساني هذا الفيس هسه أطلع لك إشكال والوان لا سيدنا جولت بساحة التحرير سيارات وعليها أحادية ساحة التحرير يا أخي أنت إعلامي يعني هسه أشكال وألوان دا يشتغلون لا المظاهر كانت مسلحة واضحة مظاهر هسه من يقول لك صدرين دولة من يقول ما قوات أمنية شلون مصدرين لا من يقول مو قوات أمنية لا أنت أخذت باجات ومخذت هويات السيارة مكتوب عليها سرايا السلام شو تفسر هذا هسه أبنيت سيارة خلي لك عليها سرايا السلام شنو يعني معقولة ليش ما معقولة كل شيء معقول اليوم تطور التكنولوجيا وتطور الامور ويعني كل شيء ما تقدر تقول سرايا السلام من يقول هسه انا اجيب لك 10 سيارات مكتوب عليها سرايا السلام هي مو تابعه سرايا السلام تابعه لجهات اخرى بس اكو نواب اخرين من التيار الصدري اكدوا انه هذه المظاهر اللي ظهرت حقيقه كانت هذا الرد ما عنده معلومه كانت للرد على جهات اخرى غير السيد العبادي ما نعرف الجهات الاخرى رد عليها بهذا الشكل المسلح يعني انا ما اريد اقول لك لانه يعني هذه المظاهر شنو صارت طلقه زين انت لاحظت هاي المظاهرات بس هو حتى انت ليش ما تحكون على المظاهرات المليونيه اللي بطل زجاجه ما انكسرت سيدنا متابع التغطيه مالتنا زين ادري لا انا مو دا اقول لك استاذ حامد انت دا تحكي بلسان من يقول ماشي هذا مشروع انت تطرح هذا نعم. ومشكور عليه لكن احنا خلينا نحكي على المظاهرات والضبط والطاعة والانسحاب والتواجد والشعارات لا هو بالتنظيم أكيد والأعلام الموحدة والناس المنضبطة
يعني في أي دولة بالعالم هاي الدول مو يقولون الدول المتحضرة زين أتحداهم أن يجمعوا بمثل هذه المظاهرات لا وحادثة بسيطة لم تحدث بالانضباط ما حد يلحقهم أنا أقول لك ما حد شنو؟ ما حد يلحقهم هسه أنا أعترف لك الصدريين منضبطين وطاعتهم بس اذا نريد نجيبها على المظاهر المسلحه نفس بيان السيد مقتدى الصدر يوم نعم. امس اللي صدر اكد على انه طبعا دائما يؤكد سماحة السيد بانه معناه ان السيد مستشعر احنا طلاب سلام وليس طلاب حرب اذا السيد استشعر انه اكو مظاهر مسلحه انتشرت في بغداد قد هذه تنبيه لي سواء كانت واحد تيار او الجماهير الاخرى نعم. بانه يعني معناه ممنوع حمل السلاح وإذا شاهدت واحد يحمل سلاح في داخل المظاهرات يفترض بالتبليغ عنه فورا طيب. للجهات المعنية بعد بيان سيد مقتدى يوم أمس نعم. اللي يبدو منسجم مع سيد العبادي ومنحه فرصة للمضي بالإصلاحات نفهم من هذا البيان نعم. تراجع مبكر للسيد الصدر عن لجنة المستقلة لتشكيل الوزارة لا سينسجم مع لجنة السيد العبادي عزيزي هذا كل الحراك وخطابات سماحة السيد والمتظاهرين هذا كله من أجل هدف واحد هو إصلاح حقيقي إصلاح حقيقي أما أنتم تسموه تراجع زين أو يطلق عليه تراجع أعتقد هذا مو تراجع هاي رفعة بأنه ولاحظ خطاب سماحة السيد الأخير تغليبا للعقل بدايته تغليبا للعقل والحكمة وتغليب المصلحة العامة فإحنا خلي نكون هاي لغتنا لغة حضارية لا تراجع ولا مسألة هجوم ولا جايين نحارب إحنا هدفنا الإصلاح الحقيقي وأعتقد بأنه الشعب العراقي كله مع الإصلاح الحقيقي وأعتقد الدكتور العبادي الآن كل خطاباته الإصلاح الشامل الجوهري الحقيقي خلنا نستغني سيدنا عن التراجع نعم. سيدرس سماحة السيد الصدر نعم. مصير اللجنة المستقلة اللي شكلها نعم. قبل فترة راح يحدد مصيرها بعد بيان السيد العبادي أعتقد اللجنة أكملت يوم أمس أو اليوم تكمل مهمتها وهذا الأمر متروك لسماحة السيد إذا لمس وجود إصلاح حقيقي من قبل الدكتور العبادي فهذا يحقق الهدف المشكل من قبل سماحة السيد اللي شكل به اللجنة نحن نريد الإصلاح سواء العبادي قام بإصلاح حقيقي أو لجنة المشكلة بموجب البيان سماحة السيد إحنا نريد الشعب يشوف حالة مثل ما يقول نريد هاي المآزق اللي مر بها واللي مر بها العراق والمأساة اللي مر بها العراقيين طيب. هذه نريد بأنه تنتهي بأنه الكل اليوم مسؤول وما حد يقدر يتخلى عن المسؤولية هذه أمنية مطلقة أصبحت للشعب العراقي احنا أيضا نتمنى أن ينتهي هذا مشهد الاحتكام للأحزاب بالتالي ويكون المنصب للحزب والجهة السياسية دون أن يقدم واجبات على الأقل واجبات قانونية بالنهاية لا بعدين الجهة السياسية يحرف مسار هذا الواجب القانوني نعم. ويحول إلى مصلحة السياسية لكن خلينا نشاهد استطلاع للرأي المواطنين في بغداد أيضا يحملون انطباعات عن حكومة الكفاءات وأيضا دعوتهم لحكومة السيد العبادي الجديدة بأن تكون خالية من أي تمثيل حزبي تفضلوا البقاء بالنسبة للكتل السياسية إذا جاب وزير من نفس الوزراء أو من نفس الكتلة ما راح يسوي حل للشعب المظلوم هذا البديل إحنا نريد إن ناس مستقلين يعني داركين فاهمين ما أريد من نفس الكتل السياسية المعششين على الكراسي لحد الآن ما تقنع أي بشر يعني على العراقيين لو على هاي لأن احنا نفس الحلول نفس المطالب نفس الأمة وكل شيء ما جاي يحققونا لا الأمان لا فرص المعيشية لا أبسط شيء يعني تعيين فشي كل شيء ماكو فصارت سنة سنتين ثلاثة أربعة الله وكيلك نفس الحالة ونفس الهاي عالم بزعت عالم ملت عالم يعني لا تعيش بأمان بالمنطقة لا تعيش أمان بالدار لا تعيش أمان بكل شيء الشعب جاي يطالب بوزراء مستقلين لأن الوزراء مستقلين راح يشتغل للعراق
والوزير اللي تابع للحزب هذا راح يشتغل الحزب الكتلته راح يكون مقيد برأي الكتلة وبرأي الحزب. فإحنا نطالب بتغيير الوزراء ولازم يعني يتم تغيير الوزراء لأن المطالب جماهيرية. هاي بيد المستقلين أفضل لأنه أماكو حزب يحميه ولا هذا فاسد يطلع رأسا يتبدل يتغير، بينما هذا بيد الأحزاب تحمي شو اسمه قياديها وتحمي أعضائها. تغيير المفروض يكونون وزراء من غير الأحزاب، أصلاً ما مرتبط بأي حزب المفروض يكون. لا نريد ترشيح للأحزاب السياسية كي لا يكونوا مكبلين بيد أحزابهم، نريدهم مستقلون، نريدهم أن يكونوا أكثر وعياً، يريدهم أن يكونوا أكثر خدمة إذا كان في يد الحزب ويطرح عليه ويملي عليه لا يستطيع أن يحرك ساكن. واليوم تجد الوزير لا يستطيع أن يحرك إلا في يد الحزب وينقل ويضع مديرا عاما. نريد من السيد رئيس الوزراء أن يضع الناس الكفويين، الناس الذين لا تطلع عليهم ولا تملي عليهم أحزابهم السياسية. متظاهرون ساحة التحرير وكل ساحات الاحتجاج قدمت بما لا يدع مجال للمناقشة والشك أنها قدمت مطلب أساسي بتغيير الكابينة الوزارية إلى كابينة جديدة قائمة على الكفاءة وقائمة على شرط الاستقلالية من الكتل السياسية. الحقيقة ما أشره متظاهرون ساحة التحرير على مدى شهور من الاحتجاج أن هذه الكتل هي كتل فاسدة وكتل فاشلة، قدمت بالدليل نهب لثروات واسعة من ميزانيات هذا الشعب المسكين. بالنهاية مشاهدينا ومستمعينا، رأي المواطنين يبدو مجمع على تحرير المناصب الحكومية في الوزارة الجديدة للسيد العبادي من المحاصصة الحزبية. أعود للسيد جعفر الموسوي نائب رئيس الهيئة السياسية التيار الصدري. نفرض أن السيد العبادي سيواجه عقبة أساسية في تشكيلة الوزارة الجديدة، مع هذا الانسجام الحاضر بين سماحة السيد الصدر حول بوادر الإصلاح، قد تقف أمام كتل سياسية تعرقل تمرير إصلاحاته اللي يعتقد السيد مقتدى الصدر أنها إصلاحات مطلوبة. ستقفون مع السيد العبادي لتحقيقها بنفس القوة اللي أظهرتموها خلال الأسابيع الماضية القليلة؟ أعتقد بأن الشعب العراقي المتظاهرون والآخرون سوف يخرجون بتظاهرة متى ما لمست بأنه السيد العبادي الدكتور العبادي محرج في تشكيل وزارته وصدق نواياه بالإصلاح الحقيقي. فالشعب العراقي هو الذي سيدعم العبادي من خلال التظاهرات والضغط على الكتل السياسية وعلى البرلمان أيضا. الضغط على البرلمان من خلال التظاهرات للتصويت على التشكيلة الحكومية الجديدة متى ما لمس الشعب العراقي صحة هذه الإصلاحات الحقيقية الشاملة الجذرية. يعني بعدكم تعاونون على تراهنون على الشارع؟ الشارع هو مصير الشارع هذا. الحكومة لمن؟ الحكومة لإدارة أحوال هذا الشارع، أحوال هاي الناس المتظاهرة. فبالتالي هم أصحاب القرار زين، وبالتالي هم يعرفون مصلحتهم أين. فالتظاهرة تستمر لحين إجراء الإصلاح الحقيقي والشامل الذي يخرج العراق من هذه الأزمات. ليش التظاهر سيد جعفر؟ ما هو الآخر يقول الصدريين يمتلكون مقومات يعني الحوار والتفاوض مع القوى السياسية. تحدث لي بصراحة، أنتم ما تظنون صوتكم يكون مسموع وتحالف قوي يشكل في البرلمان من خلال البيت الشيعي وباقي القوى في البيت الشيعي، بالتالي جئتوا إلى الشارع بالنهاية تظنون أن قوتكم في الشارع؟ أحسنت. حقيقة وفق بيانات سماحة السيد بتشكيل تجمع إصلاحي في داخل البرلمان. نعم. والآن موجود هذه الكتلة الإصلاحية والآن تفاوض بعض الكتل السياسية للانضمام إليها وتكون كتلة إصلاحية وطنية في داخل قبة البرلمان تخدم الإصلاحات الحقيقية التي يتقدم بها العبادي من خلال تشكيل الوزارة. ولكن لا يخفى عليك وعلى السادة المشاهدين بأنه هذه مصالح عزيزي. اليوم النواب مرتبطين بكتل سياسية
يعني أنا عندي 34 نائب في البرلمان 34 نائب في البرلمان، إن لم يكون هناك نصف البرلمان زائد واحد أعتقد بأنه لا يستطيع أبسط القرارات أن تمرر داخل البرلمان. طيب. ولهذا مع هذا إحنا عندنا كتلة إصلاحية، تجمع إصلاحي يريد نسويه داخل البرلمان، إضافة إلى ضغط الشارع الذي حقيقة لنا تجربة بأنه الشارع يضغط، البرلمان يوافق ويمنح العبادي تخويل وتفويض وهو غير دستوري حقيقة، ولكن خشية من الشارع والتظاهرات سبق ونعطى. إذن الشارع مؤثر على البرلمان، مؤثر على الحكومة، مؤثر على الدكتور العبادي، مؤثر على الكتل السياسية، ولهذا نحن نعول على الشعب العراقي بالتظاهرات حقيقة للضغط على العبادي والضغط على الكتل السياسية والضغط على البرلمان للتصويت على الحكومة التي يأتي بها العبادي متى ما كانت فعلا تكنقراط يستطيع أن ينهض بمستوى الأزمات. شنو معايير التكنقراط عندكم كصدرين؟ يعني حقيقة التكنقراط يجب أن يكون صاحب شهادة متخصص ولديه خبرة نتيجة العمل في اختصاصه، يعني هو مو مجرد جايب لي أنا مهندس وأنا استوني جايني متخرج مهندس وهذا يعتبر تكنقراط، لا مفهومنا هذا مو تكنقراط، لا التكنقراط صاحب شهادة اختصاص زي. وكذلك لديه خبرة، هاي الخبرة في مجال اختصاصه نتيجة لممارسة عمله في اختصاصه، قد يكون 15 عام أو سنة في اختصاصه، مو مجرد أنا عنده شهادة أو عنده دكتوراه الآن وهو ممارس سنة أو سنتين في مجال اختصاصه. والأحزاب خالية من التكنقراط تعتقد مثلا؟ يعني أعتقد بأنه إحنا يعني مشروعنا بأنه الأحزاب راح يدخلنا في أمور كثيرة. ليش؟ لأنه هذا التابع للحزب وإن كان تكنقراط راح يكون محمي ولا يستطيع أن يمثل أمام البرلمان، وعندنا تجارب البرلمان يدز على وزير ما يحضر لأنه مسنود من حزب وكتلة داخل البرلمان، وبالتالي دخلتنا في إشكالات ضياع مهمة البرلمان الحقيقية في الرقابة وكذلك في التشريع من خلال مجلس الوزراء عندما يجتمع، قد يكون بأنه ما يبعث المشروع ماكو اتفاق في مجلس الوزراء، وبالتالي يعني دخلتنا موضوع الأحزاب دخلتنا في متاهات. طيب. وضياع مهام. راح يكون عندكم تمثيل في الوزارة الجديدة لو أعتقد بأنه إذا كان وفق الإصلاح المنهاج الإصلاح الحقيقي اللي قدم به سماحة السيد نحن لا نشارك في الحكومة. نعم. ويبقى إذا كان مشروع الإصلاحي اللي قام به الدكتور العبادي الذي يخالف مشروعنا الإصلاحي أعتقد بأنه لن نكون في الحكومة التي تكون تكنقراط سياسي. يعني بالحالتين أنتم في المشهد الحكومة القادم أنتم منسحبين؟ أعتقد إحنا شقلنا حتى يكون واضح. نعم. لحضرتك وللمشاهدين وللأحزاب. زين. قلنا 13 سنة فشلت الأحزاب في إدارة الدولة في موضوع الوزارة. طيب. خلي نمنح بموجب مشروع سماحة السيد سنة واحدة مو أكثر، سنة واحدة يا أحزاب نمنحها للتكنقراط المستقل. طيب. هاي التكنقراط المستقل خلين هضون وخلين هضون بهاي الأزمات ويخلصونا من هاي الأزمات وبعدها نفكر إحنا في مراحل جديدة نشوف الأحزاب. الوقت انتهى سيد جعفر حقيقة، لكن والإشكالية الأحزاب الأخرى أنه اللجنة ينبغي أن تكون لجنة توافقية من كل الأحزاب السياسية وليست لجنة مستقلة، لأن راح نرجع لنفس الأحزاب إذا مني ومنك ومن هاي إذا خلص. طيب. ما سوينا إصلاح. سيد جعفر موسى ونائب رئيس هيئة سياسية تيار الصدر، شكرا لحضورك للاستوديو. شكرا جزيلا. شكرا لكم مشاهدي مستمعي المدى على حسن المتابعة والإصغام، تقبلوا تحياتي أنا في الإعداد والتقديم حامد السيد وتحيات فريق العمل، ألتقيكم بإذن الله تعالى يوم الأحد إن بقينا وبقية الحياة. في أمان الله.